رايح فين؟ بعت ابنك خلاص؟ بعدش يهمك روحه اللي طلعت؟ عمتاً عبد الحكيم جوه كان ونام، بس بقى روح اطلب مفيدة تقعد تخلي بالها منه، عشان انا خلاص ماليش قعد في البيت ده. رايحة فين؟ رايحة لابني، رايحة اقعد معاه لحد ما روحي تطلع، رايحة اقوله ان ابوك باعك ولا هم. اللي عملته ده هو الصح يا ريتال؟ الصح؟ الصح ان هي تبقى في ايدك وتسيبها كده عادي؟ هتاخد جزاءها، هتتعدم. ولو ما اتعدمتش هتعمل ايه؟ تبقى هي عايشة نفس خارج ونفس داخل، وانا النار واكلاني، مش كده؟ فهميني يا ريتال. افهم ايه؟ افهم ايه يا حسن؟ افهم ان اللي قتلت ابنك كانت في ايدك وسبتها كده عادي؟ هو انت فاكر ان هم هيعملوا لها حاجة؟ هو انت فاكر ان هم يعني هياخدوا لك اكتر ابنك؟ مش هيحصل. هيحصل؟ مش هيحصل يا حسن، وحتى لو حصل هتفضل النار قايدة في قلبي، ما كانش هيدفع غير حاجة واحدة بس، غير ان انا اخد روحها بايدي. تودي نفسك في داهية؟ هو انت خفت يا حسن؟ خفت على نفسك مش كده؟ خفت تقتل نعيمة فتتحط على حبل المشنقة؟ حياتك اهم من دار ابنك، عايز تعيش؟ كان لازم اعرف ان انت بتحب الدنيا زي عينيك. هو انا ازاي تاهت عن بالي حكايه زي دي؟ استني يا ريتال، تعالي ريتال. انا لا بحب الدنيا ولا روحي اهم من طار عبد الله، بس احنا عندنا عيل تاني جاي، والعيل ده لازم يتربى بين ابوه وامه. والله عايز تقولي ان انت خايف عليا وعلى ابنك اللي جاي، فعشان كده سلمت لهم نعيمه مش كده؟ حسن انا فاهمك اكتر من نفسك، وعارفه انت بتفكر ازاي. انت فكرت في نفسك وبس، فكرت في اللي جاي، فكرت انك هتبقى كبير البلد وانك خلاص بقيت العمده. مش هتضحي بكل ده يا حسن، مش هتضحي بكل ده وتخسره، مش كده؟ مش كده يا حسن؟ مش كده يا حسن؟ كده ولا مش كده؟ كده ولا مش كده؟ حرام عليك! بتعمل فيا كده ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ انت هتجيلي وابنك، حرام عليك! فتحي شمس فيها حاجه؟ تعالي معايا يا ست فوزيه. هروح معاك على فين؟ البت مفيده بتموت. وانت شفت مفيده فين؟ ساعه عليك النبي، تعالي معايا مفيش وقت. استنى اجيب البرد. امشي قدامي، امشي امشي. مش فاهمه في ايه. يا نهار فين؟ شيلها شيل شيل البت. يا مفيدة، بت يا مفيدة، انت يا بت ابعد، يا ابعد بت يا مفيدة. انت عملت فيها ايه؟ والله ما عملت حاجة، انا لقيت لقيتها بتصوت نفسها. يجيلك سواد يحط عليك بت يا مفيدة. فوق يا بت. بعد يعني يا ست فوزي، بعد يعني. اهدي بس، امشي انت دلوك. ماشي ماشي، بس طمنيني والنبي. امشي دلوك. انت يا مفيد، ايه اللي حصل لك ده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ والد فتحي، كان والد فتحي ست فوزية. انت كنت حبل من المنكوس ده؟ ما قلتليش ليه؟ مش عاوزاه. أنا اللي زي ملهاش تجيب عيال، وإذا كان على عبد الحكيم فده مش منسوب لي، ده منسوب للبيت الكبير. إنما اللي كان هيجي كان هيبقى ولد فتحي ومفيدة. لا روحي ست فوزية، ما تقلقيش علي. أنا اللي زي ما بتموتش، أنا اللي زي بتعيش كتير قوي.
عشان الدنيا تمرمط فيها زيادة وتخبط فيها زيادة وتكسر قلبها زيادة وزيادة. لا أنا مش هروح، هفضل معك هنا. أنا مش عارفة أنت هبلة، إيه اللي في دماغك ده؟ شيطان ليه تعملي كده؟ كنتي تعالي اترمي في حضني، أنت عارفة أنا بحبك يا بنت. ألف سلامة عليك. كنت طلبت مني طلب. بعد إذن حضرتك، هو رجاء مش طلب. وأنا بقى حققت لك رجائك يا ستي كريمة. أنا جبت لك الموافقة. إيه مالك؟ في إيه؟ أنا كنت فاكرك هتبقي مبسوطة. كنت أنا ألف خيرك. أنا فعلا مبسوطة قوي ومش عارف أشكر حضرتك إزاي. هو أنا هشوفها إمتى؟ أنا هبلغك قبل الميعاد. طيب معلش أنا بتقل على حضرتك قوي. أخبارها إيه؟ هي كويسة؟ كويسة. طيب هو يعني الميعاد ده هيبقى إمتى؟ يعني قريب، قريب قوي إن شاء الله. كتر ألف خيرك، الله يكرمك ويدي لك الصحة. أنا أسفة عملت لك قلق وإزعاج. كتر خيرك، عن إذنك يا باشا. اتفضلي. عن إذنك، كتر ألف خيرك. اتفضلي اتفضلي. الفطار يا زينة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعليه توكلنا، وإليه المصير. الله يا سلام. يلا حبيبي. تسلم يدك يا زينب. الهنا يا حبيبي، لازم تفطر كويس. حاضر. خد يا حبيبي. مروان بيه موجود؟ موجود يا بيه. اهلا اهلا اهلا. ازيك عادل باشا؟ ازيك يا مروان، عامل ايه؟ الحمد لله. انا فينك يا راجل؟ وحشتني، قلت اجي اطمن عليك طالما انت ما بتسالش، وهاجي افطر معاك، ولا تحب امشي؟ لا 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 لا، تعال تعال، الخير كتير. اتفضل اقعد عادل باشا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. اقعد يا زينب. راح فين؟ اقعدي. بقول لك ايه، كل فطير بالعسل بس هو تنجط على روحك. لا ما تخافش، مش هنجط على روحي، انا بحب الفطير بالعسل ومتعود على اكله. بسم الله. حلو مش كده؟ جدا. تسلم ايدك.